كل انواع اللي بنشرحها احنا في الماده هاي هي برشت. في نوع برشلس. اذا بدنا نحط الدي سي موتورز بشكل عام، اول شيء ممكن نحط البرشلس والبرشت. كل الكلاسيكال، الكتب الكلاسيكال بتركز على البرشت. في انواع برشلس بتمشي على سرعات عاليه، ممكن توصل مثلا 10,000 ار بي ام، حجمها صغير، وتستخدم في اشياء زي الكواد روتر مثلا، اذا عندكم شفتوا الكواد روتر، او مثلا ادوات حفر الاسنان اللي عند طبيب الاسنان بيستخدموا فيها برشلس دي سي موتورز هاي سبيد. تستخدم مبدا مختلف بالكوميتيشن، الكوميتيشن ينعمل بطريقه مختلفه، بيعتمد على الباور الكترونكس وهول افكت ديفايسز في داخل، وحتى اظن المروحه اللي موجوده داخل البي سي تستخدم برشلس دي سي موتور. احنا كل الانواع اللي حكينا عنها هون هي برش. انا بهمنا في البدايه نعزل الدي سي بيرمننت ماجنت. كمان صار شائع جدا هلا بوجود باورفول ماجنتس، رغم انهم ما بوصلوا لسه لقوه الالكترو ماجنت، بس هون عندي بيرمننت ماجنت دي سي موتور. بوجود هذول الماجنتس اللي هم الرير ايرث ميتال، صرنا نوصل مثلا ريزيجوال فلكس او ريتنتيفيتي مقدارها حوالي 0.6 تسلا، 0.7 تسلا، 1 تسلا، صار بامكاني استعمل بيرمننت ماجنت موتورز. هذول اذا فرع لحال، وبعدين الفرع الثاني اللي هم الكترو ماجنتس، كلهم هذول بيستخدموا الكترو ماجنتس. يعني الكترو ماجنتس يعني عندي كور، والكور بمرر عليه كرنت، بحط كويل حواليه والكويل بمرر فيه كرنت، بنشا عندي ماجنتو موتيف فورس، والماجنتو موتيف فورس بقسمها على الريلكتنس بتعطيني ماجنتيك فلكس، والماجنتيك فلكس بتقسمها على الاريا بتعطيني ماجنتيك فلكس دنسيتي. كل اللي شرحناه من هون. انا بهمني كمان افصل في البدايه السيبريتلي اكسايتد، هذا تقريبا اكثر نوع شائع. سيبريتلي اكسايتد اداؤه بيشبه بيرمننت ماجنت. سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور اللي هو الفيلد سيركت مفصوله تماما عن دائره الارمتشر، بحط عليها فولتج وعاده بثبت الفولتج، بضل الفولتج ثابت تبع الفيلد اكسايتيشن بضل ثابت طول الوقت. هلا من هذول الانواع في عندي بدك تسميها سيلف اكسايتد، اذا بدنا يعني سيلف اكسايتد يعني نفس ال بعرفش اذا سيلف اكسايتد دقيقه، يمكن الكلمه مش دقيقه كثير لهذا، من انواع الشنط، بس بدي احاول الاقي على كلمه مناسبه هون تكون، خليها سيلف. انتم فاهمين شو المقصود، ما اظنش السيلف هي الكلمه الصحيحه. السيلف اكسايتد بتنقسم الان اشهر انواعها اللي هو الشنط، والشنط الى حد ما بيشبه، بس هون اذا غيرت الارمشر فولتج بتغير عندي الفيلد، صار في انتراكشن ما بين الاثنين، فالشنط بتكون ان باراليل، الدي سي موتور بيكون ان باراليل. فنقول المثال اللي حليناه 9.1 مثال عليه، عندي الفيلد الفيلد بغذيه من نفس الدائره اللي عمالي، فاذا غيرت الارمتشر فولتج بتغير عندي الفيلد اكسايتيشن فولتج. الشنط السيريز، السيريز قليل جدا الان استعماله. السيريز فيلد بكون عندي الفيلد مشبوك ان سيريز مع الارمتشر. فبصير كل ما زاد الارمتشر كرنت بزيد عندي الاكسايتيشن، وهذا له كاركترستكس غريبه، بتصير سبيد توركير بصير بهذا الشكل من هون، وفي خطوره انه يصير في عندي ران اواي، لانه اذا ما فيش عندي ارمتشر كرنت ما فيش عندي فيلد. بستخدم عاده في التطبيقات اللي بدي فيها هاي ستارتنج تورك. وفي نوعين ثانيين اسمهم كومباوندد. كومباوندد يعني زي معقد او مركب، نوعين من الكومباوندد بستخدم في سيريز وشنط. يعني كومباوندد اذا بدكم نحطهم بين قوسين سيريز زائد شنط، والكومباوند بينقسم لنوعين، ديفرنشال كومباوند وكيومولاتيف كومباوند. او ديفرنشال كومباوند. اذا في الكومباوند ماشينز يكون عندي تو فيلدز، هذا الشنط وهذا السيريز. هلا بستخدم هون كلمه كيومولاتيف، ايش يعني؟ تراكم. ديفرنشالي
كأنه بطرح النهار. إذا كانت عندي الدوت هذه هون والدوت هذه هون بتقييم دوت كونفنشن وين شفناها؟ ترانسفورمر. فإذا كان عندي هذا مشبوك بهاي الطريقة معناها لما الكرنت يمر بهذا الاتجاه بوزيتيف بزيد الفلكس زي ما الكرنت اللي ماشي هون بهذا الاتجاه بزيد الفلكس. فبزيد عندي هون الفلكس وبزيد عندي هون الفلكس مع بعض، هذول اسمهم كيوملتيف الكومباوند. والكيوملتيف الكومباوند شائع جدا استعماله. بس طبعا مش زي الشنط والثانيين، بس اكثر بكثير من الديفرنشال كومباوند. الديفرنشال كومباوند معكوسه في هاي، فحتى نرمز لها بالرمز راح احطهم مربع. راح احط هون المربع. معناها الديفرنشال كومباوند لما يزيد الكرنت ويزيد الفلكس هون بنقص الفلكس هون، هذا فيه له خطوره ممكن يصير انستيبل. ولذلك الديفرنشال كومباوند غير مستعمل. الكيوملاتيف كومباوند بيحاول يعوض بيعطيني هاي ستارتنج توركس، فاذا زاد الكرنت من هون بيعوض بيعطيني تورك اعلى في الموتور، ولما بعدين بصير هاد يشتغل مع هاد وهدول الاثنين بيشتغلوا مع بعض بيعوض كانه بيعمل نوع من الريجوليشن، يعني تايب اوف ريجوليشن لما يكون عندي الدوت. اذا الدوت من هون هو الكيوملتيف كومباوند والديفرنشال كومباوند سكوير من هون. الفكره فيهم انه الفلكس هون مع بعض في الكيوملتيف كومباوند، فلما يزيد الكرنت هون لما نحط بوزيتيف فولتج هون يمشي الكرنت بهذا الاتجاه ويمشي الكرنت بهذا الاتجاه. لما الكرنت يمشي هون هيك بزيد الفلكس، لما يمشي الكرنت هون بزيد الفلكس. الديفرنشال كومباوند بيكون محطوط بالعكس، فلما الكرنت يمشي بهذا الاتجاه بضعف الفلكس وهون بزيد الفلكس. هذا استعماله. اكثر انواع ايش الانواع الشائعه جدا الان استعمال؟ اذا كم نوع عندي؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. هذا غير مستعمل، هذا استعماله قليل. الآن لو رحت أنت تشتري محرك احتمال كبير تلاقي separately excited وpermanent magnet اللي شايعين أكثر شيء من هون ثبت الفيلد excitation وبتحكم أو بحط permanent magnet وبتحكم بالarmature voltage. تغيير الفلكس قليل جدا استعماله، لكن هذول هذا عشان هيك مش مطلوبين السكشنز اللي بالكتاب، هذا اللي مطلوب منكم الشرح اللي موجود هون. هم شو كانوا